اي رجع العام الجاي واش اما رانا وفيت معاك ولا جاوبتك بكثار على الله. انا مهم ما راه شخصيا انا غادي نجاوبهم اما عبر الجهاز ولا عبر الالكترونيه. السلام عليكم يا اخوان. تمني الجوة نجالية مش تقل كل عام 10 غشت يجن بذكرات الصباح الجالية مشى تمني يعني غستجبني المشاكل نسان ذي الحواجي تمنى اني غضلي استثماري غادي وسين غطوي ذي الحمد لله هاني ذا مثلا مدينه الناظور صاحب زي سن العامل عاود يستقبله مليح تولي الجناس الجميع يعني المرافق بين الديوانه ولا المركز الاستثمار ولا الملك الافريقي ولا المهم يجن 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 يجو مرائي مغاده بالنسبه لاصحاب الجاليه ولكن وزو غادي بكثافه هذا سنطس باش ما يعني غادي يطبق على ارض الواقع ويتغمي بود هذيك يعذوها بوكي كور 10 غشت يعني كل عام ديج الذكرى ديال التصنيف ذوات السنشاء اتمنى نهار ثبرت ان شاء الله تعوض باش تحطان بكثافه باش الجاليه ماره ثبرت نسن اتعوض على ما يرام ما مش خصنا ماره ما يمي حتى تصل المصالح تجتهد نطس حما يعني غتصل البيروات اللي غتصل التسمون راه الاشاره اللي غتصل الادارات راه الاشاره الجاليه ولكن الزو غادي سن باش وني غادي يشل المشاكل يعاود من غاسل المشكل الناس المشاكل ذي عرش بدون يعني بلا ما نحسب ولكن ذي الحوايج من تحضر عند العامل ني خماش سقان عامل اقليم الناظور ني الاداره الجمارك ني ايوا يعني اسكن الحل ني غادي اسكن الدراسه ني غتفهمن باش ما ديري مرتاح ولكن ديني وذا نصور التصدي بارا من الاحسن 10 غشت كل عام تمني ان شاء الله هذه سنه التصدي سنديتي حما اتصون تبرات نسن على ما يرام. المشكل فيه مشكل عندنا زي المعلمين في المغرب غتمشي للخليه ديال المغرب. انا عامل تاع الساعه الجنازه تنقول لك غادي تعطي الشكوى ديالك وتعطي الرقم وغادي نجمع الناس وغادي ما تنقولش غنحل لك المشكل غنشوف اشنو هو المشكل. عندك مشكل داخلي درتي طلب درتي الشكوى وما جاوبوكش تنقول لك انا عامل صاحب الجلاله كنلتزم هنا والناس يصوروني بان هذيك الشكوى ديالك غيجاوبوك ظرف 30 يوم مشيت ما غاديش يحلوا لك غير واحد الكلمه نزيدها لك غير مرحبا مرحبا مشيت عند سعاده القيد والعون العون السلطه تما قال لي درت الغلط الرد كيقول له سعاده القيد ديال الدائره الخامسه قول لي فوقاش تما الحيط عشوائي دابا انت هذا ملف واحد ملف شكون عندي بزاف الملف عندك بزاف عندي تهضروا معاه هذه النقطه ما نهضروش انا ما عنديش لا سي انا نقراها يعني بغينا ناخذها معنا في الشغل كيسالوا في الشغل كيسالوا في المقاعد كيسالوا في المقاعد